اذكر أحد أنواع الحقائب. اذكر أحد أنواع الحقائب. حقيبة اليد. حقيبة اليد. خلينا نشوف موجودة حقيبة اليد. حقيبة اليد. نعم موجودة حقيبة يد رجالية، لكنه احتمال ليس الأقوى. خلينا نشوف الاحتمال الأقوى. حقيبة السفر. ها؟ السفر. حقيبة السفر. خلينا نشوف. نعم أفضل جواب هو حقيبة السفر. تفضل أخ حافظ وتفضل أخ حسام، خلينا نجي نكمل وياكم. العقاب، العقاب يتقدم. العقاب، 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 العقاب. آية. نعم. آية. ذكري لي أحد أنواع الحقائب. حقيبة سيارة ممكن نقول. حقيبة إيش؟ السيارة.